يا ولد يتعلموا قاطعوا الحاجة، مش لازم البطاطا. الله لا تبطط، ما حاشيش بالبطاطا. في العيد يمشي ناحي فردة نتاع مرته باش يشري كبش بزوز ملايين و400، لقاه راس الشهر يخلط لوكاز يقولك بجاه ربي عندكش 50 دينار، أما نمشي على قد جرمي. وقتها باش يلزم نشري باقيت نشري باقيت. لكن يا عبيد تعلموا عيشوا، تعلموا عيشوا. هو بعمر ولا ينزلك على كرومتك يقولك اشري كيلو لحم علوش ب 58 دينار بالسيف عليك، يمشي ويشد الصف على البطاطا. فهمت؟ قال شنو ولادي نحب نعمل من فريت. الله لا تفرطت، ولدك على ما تربيه وراجك على ما تنسو. والله ما ثماش بوادر انفراج اذا كان التونسي يزي يتعلم كيفاه يعيش. التونسي حاجه تبدا غاليه تلقاه يبهبروا على بعضهم، في عود باش ياخذ كيلو بطاطا يقول له وزني زوز ولا 3 كيلو، يمشي للمارشي سنترال التريريا تبدا ب 27 ب 37 يقول له وزني زوز كيلو. وقت انت تراك هيك تقول له بس عليه الشعب هذينا يا ولدي تعلموا قاطعوا الحاجه، مش لازم البطاطا. الله لا تبطط، ما حاشيش بالبطاطا، ما حاشيش بالحوت، ما حاشيش باللحم. غير في العيد يمشي ناحي فرده نتاع مرته باش يشري كبش بزوز ملايين و400 باش يبهبر على جاره اللي من هنا. يزيو متبهبير يا توانسة، وتعلموا عيشوا وعيشوا على قد يا ودي. نعمل محمص بالحليب نتعشاها وما نبهبرش على جاري يقول له انا البارح عامل كوتلات وعامل مشوي وشيخ وشريت كعبتين حوت قد هكا. تعلموا قاطعوا الحاجه. في المغرب مدام نعطيك اكزامبل، جاو غلاو في الكرهب، قال لهم خليوها تصدد الكرهب. انا كنت في المغرب، الكرهبة داسية ب 25 مليون يا مدام. عندي زميل عنده بنته تخدم مع في المغرب غاديكا، فهمت لاباس عليهم. قلت عليه ما نفعش بلادي نشري بي ام دبليو في من تونس، جات بي ام دبليو في تونس 236 مليون، قداش شريتها في المغرب 36 مليون، راه بفلوسنا راني نحكي لك، مش وهما الدرهم وتعرف هو والورو هو والدولار كيف كيف. شو معناها احنا راهو بداو يغليو؟ احنا في عود التونسي وقت انت تزيد تغليله وهو يقاطع هو يزيد يتشبث بك الحاجه وماذا به يشريها، يشد فيها صحيح وانت ويبداو يبهبر. يا ولاد نحيو تبهبير يا توانسه، نحيو تبهبير وعيشوا على قد جرمكم. تلقاه راس الشهر يخلط لوكاز يقول لك بجاه ربي عندكش 50 دينار، فهمتني؟ علاه تخلي روحك حتى لهنا؟ يا اخي قول لي كان ما كليتش باللحم باش تموت، كان ما كليتش بالحوت باش تموت، كان ما كليتش بالدجاج باش تموت، ماكش باش تموت. تعلم قاطع في كل حاجة تراها طالعة هما يزيدوا وأنت قول له يا خويا هاي إيجا. حتى وقت ترى جارك يشري قول له ما تشريش، بطل قطعوها. أنا نعطيك إكزامبل مدام، مرة في فرنسا الدجاج عملوا كي غلاو فيه ومدري شنو دخلوه في بعض، جاو سايبوه في اللوتوروت. يعجبوني جريدية، سامحوني يا جريدية، أنتم خرنانة ما هكاية طيارة. جاو للاسيرونس الموتورات والبسكليتات، الناس تدور في السواني غاديك ما تعرف غابات وكل شيء. الاسيرونس كانت 70 دينار ردوها 210 تاع الموتور، فهمتني مدام؟ جابوا الموتورات الكل، جاو قدام الوالي هذا في عهد الزينة، قدام الولاية حطوا الموتورات كدسوهم الكل سكروا بها الباب. جا الوالي شنو هي الحكاية؟ قالوا له سيدي الوالي رانا غلينا لهم في الاسيرونس بتاع الموتور، ما عادش تخلصنا الاسيرونس كذا، رديناها 210 قد ايه كانت؟ كانت 70. باه كل واحد يهز الموتور ويمشي وسيبوه ما توقف حتى حد. زيد اذا كان هما مدام سمحني في الكلمه والله باش يعفسوا فينا، انت قبل ما هما يعفسوا فيك انت ايش بدروك؟ توا هوش معقول انا وياك نطلعوا للبركه الجرام ما نعرفش 240 دينار ولا قد ايه؟ قال شنو احنا مفشفشوا باش نشريو؟ يا ودي يمشي على قد جرمك، يمشي على قد جرمك. اني بانكيج يقول هالك داكوردو 35 سنه نخدم في البنكة الكبيرة هذه، مش لازم نذكر اسمها، فهمتني؟ أما نمشي على قد جرمي. وقتها باش يلزم نشري باقيت نشري باقيت. والله العظيم يقف قدامي أقسم بالله العظيم 10 حاشيك 5 باقيت، الآخر يقول له 6 باقيت، والله كان ياكلهم بشفالي، والله بشفاء، فهمتني؟ زيت الزيتونة توا أكثر يتباع معناه في الخارج اللي يخلص وقدك أنت وقدي أنا 10 مرات السالير. ويبيعوها له اللي هو بفلوسنا، معناها تكلف له ب 8000 وقتها تحسب بارابور معناها سالير هونية وسالير هونية، ماهوش كيف كيف. كان هو يخص في 12 و14 ماهوش كيف كيف مدام، انت تخص في 2 ملايين وانا 2 ملايين وهو يضرب في 14 مليون وتحسب له درت الزيت ب 30 اورو، بالنسبه لي هو تكلف له ب 8000 فرنك بفلوسنا. خاطر ما يحسهاش، خاطر فلوس وبرشا هو. بانكيج يقول القايل تعيش فيها طول وعرض صحيح وكيفاه فساد كيفاه وعيثوا فيها فسادا.
لكن يا عبيد تعلموا عيشوا، تعلموا عيشوا. يلزم ما تشريهاش البطاطا من يعني شريهاش بس في النار يا وربي العظيم بالله. انا جيت له كان سبتمبر خليتها غاديك ب 600 فرنك الكيلو، جيت لتونس هنا نلقاها ب 3000 فرنك الكيلو بحشيشه، معناها تنحي الحشيش تلقى شتر. شنو هذا شنو هذا يا اخو؟ تعلموا قاطعوا، تعلموا قاطعوا يا تواسة. راكم اذا كان انتوما انتوما تمشيوها الاقتصاد في تونس، مش هما يمشيوها، هو ينزلك على كرومتك، هو بعمر ولا ينزلك على كرومتك يقول لك اشري كيلو لحم علوش ب 58 دينار بالسيف عليك، جاك هكا من يدك حاجاك حاط لك منوت وقالك كما تشريش راني نحشيك في الحبس. ما نشريش يا خويا، ما نشريش، باي قدر ربي وليدات وكل شيء، ونشري بشويه، نشري بنصيفر تل. صحيح ولا مدام؟ نجري الحوت امشي للمرشي في اخر الوقت تمشيش صحيح، ومش لازم تاخو قال الراجل 2 كيلو ونص و 3 كيلو وكذا، فهمتني؟ وقتها في عهد الزين مره جاء واحد والله العظيم وقت التريلي دون لو طون ما صافي 15 عام تالي يشري بالله يعطيني 3 كيلو تريلي، مد 3 كيلو تريلي يا مدام، الكيلو وقتها ب 27 دينار اي، والزين غاديكا الزين في السوق سوق الحوت. قالوا صافا الاسواق خمس، سيد الرئيس امورنا واضحه، هو ذاك عاملينه مسرحية تمثيلية باش سوا ديزون شعب تونسي راضي على حياته وكذا. أنا هو عطيني ما تراش الناس الكل راهو، ثم بورسنتاج اللي قاعد عايش وثم بورسنتاج كبير برشا يعاني في معاني زرقاء، ولو بلي بو هذاك هو اللي تلقاه مفسدها كما قلت أنت، يمشي ويشد الصف على البطاطا، فهمت؟ قال شنو ولادي نحب نعمل لهم الفريت، الله لا تفرطت وما نعملوش فريت، مش لازم ونسنسوا ولدك على ما تربيه وراجلك على ما تسنسوا، مش تجي تدخلها فرنسي بعد قال والله يلا غالب انا نخلص في مليون ونص والله ما خلطتها. مي بيان سور ما تخلطش، تضو الضو في الديار تعدى ترى الديار كل تشعل، ما يعرفش يستحضر على الضو. انا ولادي والله العظيم نبدا ندور انا ونطفي في الضو، عليه تشعل، عليه هذاك تشعل، اقسم بالله العظيم باش يحك سنيه الماء يجري وهو يحك في سنيه. تيزي مك حليتها وحكيت سنيك السكر.